السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كريم محمد في فيديو جديد. موضوع فيديو اليوم هو التلفاز من نوع سامسونج 26 بوصة LCD. به مشكل في الصورة، كما ترون الصورة تبدو نيجاتيف، الألوان يعني غير جيدة. هذا المشكل احتمال كبير أن يكون من IC الغاما، لأن IC الغاما له يعني علاقة بالكونترست والبرايتنس، يعني سطوع الصورة وتباين الصورة، ويقوم بتصحيح الألوان بحيث يعني يعطي كل لون يعطيه نسبة إضاءة معينة لكي يظهر لنا ذلك اللون بشكله الطبيعي. إذا أصدقائي، سوف أقوم بفتح هذا التلفاز وأتجه مباشرة إلى التيكون وإلى IC الغاما وأقوم بتفقده. إن كان به خلل سوف نستبدله، فتابعوا معي أصدقائي. إذن هذا هو شكل التلفاز من الداخل، هذا هو التيكون وهذا هو IC الغاما AS15. أول شيء علي فعله سوف أقوم بإشعال يعني تشغيل التلفزيون، وأقوم يعني بتفقد الحرارة على هذا IC. في غالب الأحيان أصدقائي عندما يكون خلل بهذا IC ترتفع حرارته بسرعة. أشعل التلفزيون، بسم الله. هي الآن خلفية الإضاءة اللي قد اشتعلت. سأقوم بلمس IC هكذا، أصدقائي لا توجد حرارة عليه. الآن لقد بدأت حرارته ترتفع. كما قلت أصدقائي، في غالب الأحيان عندما يكون به خلل هذا IC ترتفع حرارته بسرعة. الآن قد ارتفعت حرارتي، بما يدل على أنه يعني تالف علينا استبداله، فهو سبب هذا المشكل. سوف أقوم باستبدالها الآن أصدقائي ونرى النتيجة، تابعوا. إذن هذا هو IC الغاما. هذا هو رقمه AS15. سوف أقوم باستبداله بواحد يعني مثله ونرى النتيجة.
جيد، إذا أصدقائي الآن سوف أقوم يعني بالتجريب، إن شاء الله يكون خير. سوف أقوم بتشغيل التلفزيون الآن، بسم الله. الآن خلفية الأضاءة مشتعلة، سأوصل الريسيفر مع التلفزيون. الآن الصورة أصبحت عادية كما ترون، هي الآن إذا المشكل هذا التلفزيون أصدقائي كان في آي سي ألغاما. سوف أقوم الآن بتجميع التلفزيون. هذه هي النتيجة، الآن الصورة أصبحت عادية. أشكركم على المشاهدة، وأشكركم جزيل الشكر على دعمكم لي، وإلى اللقاء في الفيديو المقبل، مع السلامة.